لا يا استاذ سيف، الشغل كده مش عاجبني. ليه بس يا باشمهندس؟ ويفرق ايه عن اللي في السوق؟ ما هي دي المصيبه، لازم يكون بيفرق عن اللي في السوق. بصراحه سعاده البيئه انا عالمي على قدي، انا مش فاهم اي حاجه. عم عيد. نعم. قهوه على مكتبي لو سمحت. امرك يا باشمهندس. وانت يا استاذ سيف تعالى معايا، عايزك. تحت امرك. لازم نبقى احسن ناس في السوق، ولازم نثبت رجلينا عشان لما الحرب تخلص والمستورد يخش
لازم نقف قصاده ونتفوق عليه كمان. ايه ده؟ نبقى احسن من الخواجات؟ ومالك مخضوض كده؟ امال لما نورد لهم هتعمل ايه بالظبط؟ كلام ايه ده يا سعاده البيه؟ احنا هنبيع الميه في حاره السقايين؟ ايوه يا عم سيد، لازم نبيع الميه في حاره السقايين. اقعد عشان افهمك. اقعد يا بيه؟ بعد اذنك. الو، اهلا يا سيدي، اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. زعلان مني ليه؟ ليه بس؟ لا سمح الله. لا 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 لا، انا المهم عندي ان المكن يدور والمصنع يشتغل، بعد كده الزيطه والاحتفالات تيجي بعدين. ليك عندي عزومه. حاضر، ما انا عارف ان همك على بطنك. طب يا سيدي، نتقابل على خير، مع السلامه. عم سيد، هطلب منك طلب بس يوم اجازتك. من عينيا الاثنين، انا في الخدمه. انا هبعت لك جزار ومعاك تذبح بمعرفتك وتوزع على اهل الله. الله 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 الله، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ارتاحي انت وانا حاضر بالشنطه. ودي تيجي برضو؟ ما انا كويسه اهو. اقعدي، انا عايز راحتك. لو عايز تريحني صحيح، خد القطر وبلاش العربيه. ليه بقى؟ عشان العربيه عطلت منها اخر مره واحنا رايحين حلوان. يا ستي ولا يهمك، انا خلاص صلحتها. ما قلناش حاجه، الامر ما يسلمش. لا هيسلم ان شاء الله. ويا ستي، أول ما أخلص من الشغل اللي أنا فيه ده هغير العربية وهنخلص كل الحاجات إن شاء الله المتأجلة. حاجات إيه؟ إحنا مش متفقين نبني دور تاني فوق ونجيب شقة في ميامي. المهم ترجع لينا بالسلامة، دخلتك علينا بالدنيا واللي فيها. أنت أصيلة يا نهى، وربنا يقدرني وأقدر أعوضك على كل تعبك معايا. تعرف إن الكلمتين الحلوين دول جم في وقتهم؟ الله 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 الله، انا بقول لك طول عمري كلام حلو. يا سلام يا اخويا، اصل انا بقى بصراحه من اول ما شفت البدله الجديده اللي انت جايبها دي قلت الراجل ده بقى انه رايح اسكندريه اتجوز عليا ولا ايه؟ يا شيخه حرام عليك، انا ليا بركه غيرك انت ورامز. يوه، ونسيت اللي في بطني. الغريبة انه بيقول انه مش محتاج لي وانه بيعمل لي الكلام ده خدمة. ما انت عارف خواجات. بس على مين؟ انا متأكد ان عبد المجيد خد منه سعر احنا الاتنين معرفناش ناخده. قول لي بقى، المهم اتفقتوا على كام؟ انا اسف يا نصبي، انت عارف انا ما بتكلمش على الحاجات دي. يلا في ايه يا عبد المجيد؟ احنا هنقر عليك ولا ايه؟ يا سيدي ربنا يزيد ويبارك. المشكلة انهم لو انتهوا من اثار الحرب يستغنوا عن خدماتنا. طب ما هو ده شيء مؤكد. حتى لو بضاعتنا ممتازة مهما كان مستوى انتاجنا، عمرهم ما هيسمحونا ندخل اسواقهم بالشكل اللي انت عايزه. دي سياسه يا حبيبي. يبقى بالطريقه دي لازم ادور على سوق جديد افتحه خلال سنتين ثلاثه. يا عم احنا فين والتلات سنين فين؟ انت مش هتبطل تفكر في الشغل بقى؟ احنا عايزين ندور على مكان نحتفل فيه الليله دي بالعقود الجديده اللي ماضيناها. عندك حق، وانا عازمكم على عشوه جميله جدا عند الحاتي. حاتي؟ حاتي ايه يا راجل؟ يا راجل بقى في واحد يبقى في بلد ومراته في بلد ثانيه ويفكر يروح يضيع وقته عند الحاتي؟ امال عاوزين نروح فين؟ لا بعد اللي قلته ده ما تسالش خالص، انت تركب عربيتك وتمشي ورانا من سكات. همشي من سكات، بس اروح على فين؟ في صاله جديده على الكورنيش فتحت، انما ايه؟ حاجه مملكه فيها كل اللي قلبك يحبه. صاله؟ صاله كباريه. مفيش ساعه لقلبك ولا ايه؟ لا في، بس انا ما بحبش اروح الحته دي. يا سيدي هو احنا هنروح كل يوم؟ دي ليله وتحدي. لا اعذروني يا اخوان، أنا شقيان طول النهار وبكرة الصبح لازم أصحى بدري عشان ألحق المصنع. وأنت ناوي تروح المصنع بكرة الصبح؟ تخيل. الظاهر الكلام مش هيجيب معاه فايدة. طب أقول لك يا عبد المجيد، ما تنساش تشرب اللبن قبل ما تنام.
من هنا، اجري من هنا. سوق انت ساكت. هتوديني في داهيه وتقولي لي سوق انت ساكت؟ انت في عربيتي يا هنا. مش من مصلحتك انك تعرف حاجه. يا سلام، امال ايه اللي بيحصل ده؟ بدخن؟ لا ما بدخنش. انت اسمك ايه؟ يا سلام، اسمي عبد المجيد راتب، مهندس وصاحب مصنع راتب للمنسوجات. صاحب مصنع في السن ده تبقى يا وارث يا بتساعد الانجليز. هنغلط ليه؟ وبعدين انا اللي اسال مش انت. تجاوبني اجاوبك. انت ازاي بتردي كده باعصاب بارده؟ عشان انا حاطه رقبتي على كفي ومستعده اواجه الموت في اي وقت. ده مش كلام واحده هربانه من حاجه صغيره، ده كلام الناس اللي كانوا معانا في الكليه. بس انا مش شعيب. بس بتشتغلي في السياسه؟ ليه لا؟ هي السياسه اتخلقت للرجاله بس؟ لا بس انت عارفه يعني تقاليدنا وعاداتنا. تقاليدنا متخلفة وعاداتنا متخلفة ولازم تتغير. بس اصلك يعني حلو قوي على انك تمسكي مسدس. تستظرف بقى، ده وقته. لا مش قصدي، مش قصدي حاجة ابدا. بس يعني واحدة زيك المفروض تكون متجوزة ومخلفة ومتستتة وعندها خدم وحشم. وقف هنا. لا انا كنت عايز اقول لك كلمتين قبل ما تمشي. يلا قول بسرعه. ايه هما؟ انا لا وارث ولا غني حرب. ولا مصدقاك، انت واضح انك انت راجل طيب. وانت بصراحه ست غريبه قوي. وقفتنا مع بعض خطر جدا. يلا امشي بقى. يلا غسيل مخ ده. الإخبارية مظبوطة يا سعادة الباشا، الرقم أهو. انت عم جيت راتب حسنين؟ ايوه انا. في ايه ودخلتوا عليا كده ليه؟ العربيه اللي قدام البنسيون دي مش بتاعتك؟ ايوه بتاعتي. 635. ايوه يا فندم، هي ايه الحكايه بالظبط؟ يعني مش عارف. اتفضل معانا. اتفضل على فين بس يا فندم؟ اكيد في سوء تفاهم. الاسلوب ده مش هيفيدك بحاجه، امشي من السوق احسن لك. طب يا فندم بس البس هدومي واجي معاك. يلا. لسه ما وصلش ولا حتى كلمني في التليفون. أمانة عليك تكلم فريد بيه أو نظمي بيه تخليهم يسألوا عليه. الأحسن أنا خاف أكلمهم لا يزعل مني. الله يخليك وطمني. الأحسن دي مش عوايده. مع ألف سلامة. هات العواقب سليمة يا رب. يعني مش عايز تتكلم؟ يا فندم أنا قلت لحضرتك على كل حاجة. وتفتكر إني ساذج عشان أصدق كلام رويات زي ده؟ طب أنا أعمل إيه عشان حضرتك تصدقني؟ هو في راجل هيقول إن ست عملت فيه كده؟ لو كان موقفك سليم كنت بلغت. أبلغ أقول يا فندم؟ دي فضيحة. أفندم، أيوة كانت إيه نتيجة الفحص؟ أنت متأكد؟ على كل حال أنا كنت حاسس بكده. مع السلامة.
اسمع يا باشمهندس، احنا فحصنا ملفك وتأكدنا ان مالكش نشاط سياسي، يعني راجل ملتزم وبتحب بلدك. الحمد لله. انا هسيبك ترتاح عندنا الليلة، يمكن كرم الضيافة بتاعنا يخليك تفتكر كويس. افتكر ايه تاني يا فندم؟ انا قلت لحضرتك على كل حاجة. وانا مش مقتنع، وان ما قدرتش تخليني بكرة صدقك مش هتخرج من هنا ولا هتشوف الشارع تاني. ايه اللي وقفك هنا فريد؟ ما تطلع قدام شويه. لا قدام ولا ورا، ده البوليس السياسي عزيزي، انا لا احب اشوفهم ولا اقرب منهم، وبعدين انا مش مستغني عن روح. افهم من كده انك مش هتيجي معايا؟ اجي معاك اعمل ايه بس؟ انت راجل معاك البهويه رسمي، وفي لواء بحاله من البوليس مستني يتصل اول ما تدخل، هاجي اعمل ايه؟ يلا يلا بسرعه يا نظم. رجاله اخر زمن. يلا بس ما تتاخرش. وبعدين نزلت فين؟ نزلت في البوريفاج. بس انت قلت من شوية سان السفنو. لا يا فندم، انا قلت البوريفاج. وبعد ما نزلت؟ ابدا، دخلت شارع جانبي وتاهت عن عين. ما حاولتش تحصلها؟ تزعق تستنجد بأي عسكري واقف في الشارع؟ يا فندم انا بقول لحضرتك تاهت عن عيني، وبعدين ما كانش في اي حد في الشارع. اوصفها ايه الست دي؟ هي سمرة وشعرها بني وعينيها لونها ايه؟ الدنيا كانت ضلمه ما شفتش عينيه. ادخل. صاحب الكارت ده عايز يقابل سيادتك. الو، مين معايا؟ اهلا وسهلا، تشرفنا معالي الباشا. لسه الكارت بتاعه داخل لي حالا. بخصوص اي متهم؟ مظبوط، موجود عندنا، هو باين عليه راجل محترم وعلى نياته، لكن هو موقفه مش خطير للدرجه، بس ساعات الناس بيحاولوا يعملوا ابطال ويخبوا تفاصيل ممكن تهمنا. اوامر معاليك، ما تعكرش دم سعادتك عشان حاجه بسيطه زي دي. يخرج يا باشا، يخرج حالا. عايز اعرفه دلوقتي انتوا عرفتوا ازاي ان انا هنا؟ بص يا سيد، اتكلم في التليفون واتصلنا بيك للبنسيون، عرفنا ان البوليس السياسي قبض عليك. على فكره اول ما توصل البيت اتصل بامر الجماعه على حسن قلقانين عليك. حاضر يا ناصر. عبد المجيد، ده انا كنت هجيب لك عيش وحلاوه يا اخي. اتاخرت شويه. ازاي؟ الحمد لله على السلامه يا بطل. الله يسلمك. مش كنت جيت معانا الصاله احسن؟ مش احسن من الصاله اللي فوق؟ يلا اتفضل يا بطل اركب. يلا يا بطل. يلا يا ناصر. تعرف اللي حصل ده ذنب مين؟ ده ذنب الرقصات الغلابه اللي قعدوا مستنينك وما رضيتش تروح لهم، ولا حتى فكرت تفتح لهم ازازه شمبانيا واحده. بس ست ايه دي اللي ممكن تخليهم يقبضوا عليك بسببها؟ اللي انا اعرفه انه اي واحده ست عايزه تعمل فيها ثوريه اذا اتلطشت في مخها يعني وحبت تبقى كده، يبقى اشتراكها كده كل شمكان، لكن تقول لي مطاردات والتفكير في القبض عليها انا مش مصدق. انت مش كلمتها يا عبد المجيد؟ اه طبعا كلمتها. وشكلها ايه بقى الست دي؟ احلى ست شفتها في حياتي، تقول للقمر قوم وانا اقعد مكانك. سبحان الله، ولله في خلقه شؤون. قالوا ان الواحد ما بيشبعش من الكلام عن الستات وجمالهم، بس مش ده المطلوب. انا بسالك سؤال تاني يا عبد المجيد، الست دي بتفكر ازاي؟ مخها شكله ايه؟ ما اعرفش بصراحه، مش عاوز افتكر اللي حصل. ايه للدرجات دي كرهتها؟ ما كرهتهاش، بس شدتني، طلعت لي مرة واحدة واختفت زي الحورية اللي تطلع من البحر وترجع له تاني. يلا أنا عملت بأصلي والسلام. ياما قلت له ابعد عن المشاكل ومالكش دعوة بالسياسة والنقابة والكلام اللي ما يجيش من وراه غير وجع القلب ده. ياما أحمد ما كانش يقدر، ده إضراب عمين وسوا. وإيه النتيجة؟ أهم قبضوا عليه وعياله هتتشرد. لا إن شاء الله العيال مش هتتشرد ولا حاجة، وهو يطلع قريب. يا ست هانم الدنيا تلاهي، واللي هيسأل علينا مرة مش هيقدر يسأل التانية. احنا مش هنسيبك لحد ما جوزك يخرج من المعتقل. انتوا مين؟ احنا الناس اللي بنساعد كل انسان بيعرض بيته وحياته للخطر عشان خاطر بلده. خش.
خلي دول معاك يا ام احمد. ان شاء الله يخليك يا ست هانا ويقدرك على فعل الخير يا رب. استغفر الله العظيم، جوزك واللي زيه يستاهلوا اكتر من كده، وده حقك برضه. ايه اللي جابك؟ وانت ايه اللي خرجك؟ وما خرجش ليه؟ مش انت اللي قايل لي انهم هربوا وفي طريقهم للشام دلوقتي؟ ايوه، بس حصلت حاجه ما كانتش على البال. حصل ايه؟ خضتني. الراجل اللي ركبت معاه امبارح ماله؟ حصل له ايه؟ اليوسباشي كمال عزت بلغني انهم قبضوا عليه. يا خبر اسود، قبضوا عليه؟ واضح انهم لقطوا نمره العربيه ولحقوا قبل ما يسافر مصر. طب وبعدين جرى له ايه؟ كمال وعدني ان هيبلغني الاخبار اول باول، بس انا لسه ما اتصلتش بيه. فتحي، اول ما تعرف اي حاجه لازم تقولي، انا مش هسامح نفسي لو الراجل ده جرى له حاجه. ايه اللي حصل يا سي عبد المجيد؟ ايه يا اخويا اللي غطسك عننا كده؟ اهدي يا ناهد، اهدي من فضلك، عشان كده هتتعبي نفسك واللي في بطنك. يعني انت بخير والحمد لله؟ انا زي الحصان قدامك اهو. يعني مفيش حاجه وحشه حصلت؟ الحمد لله ربنا ستر. يبقى حصل حاجه. ما هو مش معقول يا اخويا تختفي يومين بليله وما نعرفش عنك حاجه. سوء تفاهم مع البوليس وانتهى. بوليس؟ بوليس كف الله الشر، ده انت طول عمرك ماشي على الصراط المستقيم. الموضوع هيطول شرحه، من فضلك اعملي لي حاجه كلها وسيبيني استريح، وبعدين اسالي الاسئله اللي انت عايزاها. طب والنبي يا سي عبد المجيد قول لي يا اخويا ان الخطر زال. زال يا ستي زال. كان البوليس بيشتبه فيا، والحمد لله عرفوا ان انا مش الشخص اللي بيدوروا عليه. استريحتي؟ ايه يا اخويا مالك؟ مالك مش طايق لي كلمه كده ليه؟ ده انا ملهوفه عليك طول الليل. معلش، بقولك بقى لي يومين مع البوليس مش طايق نفسي. عندك حق. طب ارتاح يا اخويا وبعدين نتكلم على راحتنا. يا ام سيد، ام سيد. خير استهان؟ شوحي اللحمه اللي عندك. ايه مالك؟ مش عارفه، تعبانه، بس على حساب انا فاضل لي 10 ايام. فضلتي بتولدي بجد؟ يلا بينا على المستشفى. بس انت يا اخويا لسه ما اتغديتش. انت غدا دلوقتي؟ عرفت حاجة؟ الحمد لله، الراجل ما دلهمش عليكي. الحمد لله، عرفت عملوا فيه ايه؟ اطمني، افرجوا عنه امبارح بالليل. بالسرعة دي؟ ما لقوش عنده أي نشاط سياسي، وراجل ليه مركز، وفوق كل ده جاب لهم واسطة. أيوة بس قال لهم إيه علي؟ قال لهم على كل حاجة حصلت، بس إداهم أوصاف غير أوصافك، وكمان قال لهم إنك نزلتي قدام البوريفاش. بتضحكي عليا يا ملك. اصل ده انسان عادي كان ممكن يقول كل حاجه وينهار. تفتكر هو عمل كده ليه؟ تفتكر انت ليه؟ تدخل. ايه الورد ده؟ الزهر بمناسبه المولود الجديد. طيب اديني الكارت وحط الورد فيه. بازة عندك هنا. حاضر. شكرا. اللي جاب الكارت ده فين؟ مش يا سعادة البيه، في حاجة؟ ما تعرفش المحل بتاعه؟ لا أنا أول مرة أشوفه بصراحة. طب خلاص، سيب الورد أنت. طب أنا لسه هكمل سيادتك. خلاص يا عم عيد، سيبه أنت. حاضر. Thank you.
برافو عليكي. انا كان نفسي اجي معاك. يا ريت يا حبيبتي، بس ده شغل وانا مش قادره استغنى عنك، وانا مضطر اسيبك فتره طويله. هستناك، بس لما ترجع نقضي يومين سوا اجازه ولا خساره فيا؟ مفيش حاجه في الدنيا خساره فيا. ونروح البلاج الساعه 6 الصبح. ايوه بس انا خايف حد يشوفك. محدش هيشوفنا في البلاج الساعه 6. والناس اللي بيجروا وراكي دول ناس مين؟ انا مش فاهم. وليه اللي اسمك الاول؟ حد ينسى اسم مراته؟ اسمي ناهد. جاهز، ولو اني مش مرتاحة لحكاية اسكندرية دي. ظروف شغلي، لازم يكون عندي مكتب هناك، وهم كلهم يومين او ثلاثة اللي هغيبهم هناك كل اسبوع. وهم يومين ثلاثة دول قليلين؟ يا ستي لو متضايقة تعالي معايا. ولزموا ايه نتشحطط انا والعيال؟ اقله هنا اخواتي حد يزورني، اخد العيال واروح لماما. انا مش فاهم انت عايزة ايه بالظبط. فين دلوقتي؟ لسه قاعد عند صاحبه؟ اه. طب ما تقلقيش، استني مني تليفون بكره. يلا بينا. ايوه عبد المجيد، بس في حاجه عايز اسالك عليها. انت من امتى بقى بتهتم بمعرض بسامين؟ مش حكايه اهتمام، المصنع اللي احنا بنعمله ده شغله مختلف تماما عن الشغل بتاعنا قبل كده، عشان كده محتاج ناس يعملوا التصاميم. ايوه افهم من كده يعني انك بطلت تصطاد في الحته اياها؟ لا طبعا. وبعدين انت مالك؟ عايز مني ايه بالظبط؟ ما انت عارف ان بقضي نص اسبوع هنا في اسكندريه. الكلام ده مش عليا انا يا عبد المجيد، وبعدين انت عارف ان انا ما بتكلمش عن السمك، انت عارف انا اقصد ايه بالظبط. تقصد ايه؟ اسالني يا اخي، استفت اخوك الخبره وانا اقول لك تعمل ايه. مش لما اعرف هي مين واسماعيل الاول. ياه للدرجه دي انت وقعت فيها؟ لا ما وقعتش، انا بس عايز اعرفها واعرف بتفكر ازاي. هتتجنن عليا ولا ايه يا عبد المجيد؟ واحد زيك ما يعرفش غير مراته والست والدته بالكتير، لما يشوف واحده زي اللي انت بتوصفها دي اكيد هتخبله وتطير عقله. اصلك راجل غشيم ما عندكش خبره. ما تحترم نفسك بقى. اسمع اللي بقول لك عليه يا عبد المجيد، الراجل المتجوز اللي زينا لما يجي يحب على مراته ما يحبش شبح، ما يحبش خيال طلع له في ليله واختفى. ما وصلتش للدرجات. وصلت ما وصلتش، انت مالكش غير علاج واحد بس. قول يا دكتور. وداويها بالتي هي الداء. انت مش عارف مكان الصاله؟ صاله ايه؟ الكباريه. تعال لي بس، تعال لي وانا حبستك، اخليك تنساها وتنسى اللي خلفوها كمان. انت عارف ان انا ما بحبش الكلام ده. انا كنت عايز اشوفها. ما دام مفيش نصيب يبقى خلاص. افهم من كده ان التصميمات اللي بعتها لحضرتك ما عجبتكش؟ لا انا ما قلتش كده، بس لسه ما شفتهاش. انا اسف. اخيرا. ايه يعني افهم من كده انك دورت عليا؟ كتير. أنا عايز أفهم حاجة، ما كلمتنيش ليه بدل ما تبعتي لي ورد؟ ما كانش ممكن أوريك وشي بعد اللي عملته فيك. يا ستي وريني وشك ومالكيش دعوة. وبعدين بعد اللي أنت عملتيه فيا ده، على الأقل نقعد تفهميني إيه اللي حصل، بتعملي إيه،
واتكلم معاك يعني في حاجات كتير تانية. ماشي. اوكي. الناس اللي بتشتغل في السياسة دي معرضين انهم يعتقلوا، يطردوا من شغلهم، بيبقوا حاطين رقبتهم على ايدهم. انا شايفة ان احنا لازم نساعدهم، ما ينفعش ان هم يضحوا بحياتهم واحنا نبقى قاعدين ساكتين. على الاقل لازم نساعد اهاليهم. انا اللي شفته غير كده؟ لا، دي كانت صدفة بحتة. انا الوحيدة اللي البوليس ما يعرفش شكلها، عشان كده زمايلي ادوني الباسبورات عشان اديهم الاثنين لازم يهربوا. والسلاح؟ اول واخر مرة هما اللي اصروا يدهولي. في حاجة تانية بس خايفك تزعلي مني. لا قول، مش هذا. اهلي هما فين وسايبينك كده ازاي؟ مش عايزة اخش لك في فيلم دراما واقول لك ان انا كنت وحيدة ابويا وامي، وابويا مات وانا صغيرة، وماما اتجوزت واحد تاني ومنعها انها تشوفني او تزورني. ليه؟ عشان صممت ان انا اسافر باريس واعيش لوحدي. انتي قعدتي في باريس؟ اه، ورجعت قبل الحرب. طب وازاي اهلك وافق؟ والله يا عمي اللي وافق، بعد ما اديته الارض اللي انا ورثتها عشان يزرعها طبعا وافق. طب والجواز؟ ما هو مش معقول واحدة حلوة زيك ما تكونش اتجوزت لحد دلوقتي. ومين قال لك ان انا ما اتجوزتش؟ طب هو فين؟ مات ولا؟ ما هو مش ممكن يكون طلقك؟ اتطلقت، انا اللي طلبت الطلاق. ليه؟ خاين، وانا ما بحبش الخاوه. يخونك انت؟ يا ريت بقى بلاش نفتح الموضوع ده عشان الموضوع ده بيقرفني جدا. حاضر. هو اصلا متخلف. على فكرة انا ابتديت ابرد قوي. تاخدي جاكيتتي وترجعيها لي في ميعاد تاني. لسه بردانه؟ قوي. لا، طب هنتقابل تاني ولا لا؟ يعني لو عايز الجاكيته بتاعتك ممكن نتقابل تاني. بس على شرط. ايه؟ هنتكلم عنك انت مش عني انا. طيب. وما دام اتكلمنا عنك المره دي اتفضلي يا ستي. وانا اقول راحت مني فين؟ ايه بقى سر السهرة دي؟ سر ايه؟ انا عندي احساس كده يعني انك انت بتدبر لي حاجة. بصراحة الليلة دي مش زي اي ليلة. شفت بقى انك بتدبر لي حاجة؟
يبقى انا مش هقدر اخبي عنك حاجات. لا طب اتفضلي تعالي نقعد. ملك. نعم. احنا نعرف بعض من زمان وعملتي لي تصميمات المشروع بتاعك وخلتيني استناكي بالساعات عقبال ما تخلصي من المشاوير اياها اللي انت بتعمليها، وبصراحه انا بقلق عليكي. عايز تقول ايه؟ يعني نبطل حاجات السياسه دي اللي ملهاش اي معنى. انت ناسي ان السياسه هي اللي عرفتنا ببعض؟ لا مش ناسي، بس مش عايزها كمان هي اللي تفرق بينا. نفسك تقول ايه؟ عايزه افهم. تتجوزيني يا ملك؟ فكرت كويس قبل ما تورط نفسك؟ اورط نفسي ازاي؟ السياسه مش هي المشكله. امال ايه هي المشكله؟ انت نسيت انك انت راجل متجوز ومخلف. لا ما نسيتش، ونهت هتفضل معايا. دي ست شقيت معايا ومش غلطتها ان انا حبيتك، ومش هقدر اسيبها. يعني ما تطلبيش مني ان انا اطلقها، لان الست دي استحملت كتير معايا، ومش معقوله في الاخر ان انا اسيبها كده. عمري ما طلبت منك انك انت تطلقها ولا فكرت في كده. امال قصدك ايه بالكلام ده؟ لاحظ ان انا عمري ما اتحطيت في موقف زي ده. ازاي هقبل ان واحده تشاركني فيك؟ بس انا قلت لك على كل ده من الاول. ايوه، ما انا ما كنتش فاكره انها هتوصل لكده بصراحه. ولا انا. طب ايه العمل؟ يعني سيبني افكر شويه كام يوم. غمضي عينيكي. لو النبي يا عبد المجيد، مش محتاجه ذهب تاني. مش ذهب، دي حاجه انت كنت مستنياها من زمان. يعني مش ذهب؟ غمضي عينيكي بقى اهو. هي عيشها في راس البر ما تنفعش. راس البر؟ ايوه، اصل انا زهقت من اسكندريه، مش معقوله يبقى شغلي ومصيفي هناك. وبعدين راس البر دي برضو ملمومه وجواها ينفع الحياه العائليه. اللي تشوفه يا عبد المجيد، اهو كله مصيف. يعني انت مبسوطه بعيشه راس البر دي؟ دي على البحر وجواها يجنن. مبسوطه اكتر انك افتكرتني. عمري نسيتك. يا سلام، اسأل روحك. ده عتاب ولا ايه؟ ولا عتاب ولا حاجة، أنا بس بجر شكلك. وبجر شكلي ليه؟ عشان تكلمني، تاخد وتدي معايا. بقالك فترة كده ساكت وهادي يا عبد المجيد. ما أنتِ عارفة، الشغل زاد والمشاكل كترت. ربنا يكون في عونك. يعني أنتِ راضية عني؟ كل الرضا. وأنتِ مبسوطة؟ مش محتاجة حاجة. بتقول كده ليه؟ أبدا، يعني عشان أعرف إذا كنت راضية ومبسوطة منه. وده سؤال يا عبد المجيد، إحنا خلاص ما بقاش في بينا الكلام ده. إيه؟ رايحة فين؟ أبص على الولاد وأرجع لك على طول. تتجوزها؟ تتجوزها ازاي؟ انت جننت يا عبد المجيد؟ بس هي توافق الاول. فوق لنفسك يا عبد المجيد، الراجل الخايب بس هو اللي يتجوز على مراته. اتعلم مني حاجه يا اخي. بص، اعرف ستات زي ما انت عايز، لكن تتجوز وتجيب لنفسك بلوه تانيه لا. الحكايه مش حكايه ستات، انا بحبها. حب؟ حب ايه بس؟ ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ بكره هتتجوزها وهتزهق منها زي مراتك وهتندم. نقطني بسكتك انت، سيبني افكر. انت حر، بس بعد كده ما ترجعش تقول ان انا ما نصحتكش. طب يلا بينا. على فين؟ هروح لها. الله، انت لسه راجع من هناك امبارح كده؟ مراتك هتاخد بالها. هبقول لها اي حاجه. يلا بينا. ربنا يشفي. فين؟ في هانم عايزه تقابل سعادتك. ملك،
طب استأذن انا بقى. عندي مشوار مهم. طلعت بتفهم. موافقه.